بحييكي في قناه ال تي سي وحضرتك موجوده هنا في النجيله في وسط الناس. الانطباع بتاع حضرتك الاولاني، هل الحمله لاقت نجاح ولا لا؟ واحنا عارفين حضرتك بتقولي اللي بصيتني شفت الاهالي كل واحد يعني جايب المواشي بتاعته وواقف في الصف وعايز ياخد حقه وده حقه، وزي ما حضرتك شايف الاباء البيطريين بجميعهم وعاملين نظام مش عشوائي، يعني موقفين واحد يفحص، الاطباء بتفحص الاول بتتاكد ان الحيوانات سليمه، بعد كده بيشوف اللي مترقم خلاص ومع بطاقته، اللي مش مترقم بياخد الرقم بياخد البطاقه بيطلع بعد كده يتحسن. عاملين نماذج يعني محترمه الحقيقه، وانا شايفه ان وجود الاهالي والكم الكبير ده ان صوتنا وصل للناس، وهي دي اللي احنا كانت ناقصانا، عمليه التوعيه وعمليه انه يحافظ على المواشي بتاعته. انا طبعا حاسه ان شاء الله تكون حمله ناجحه، لان احنا كل حمله بنتطور للاحسن والناس خلاص بتتعلم. ودايما هقول للمواطنين لما ما يجيلكش الطبيب البيطري عشان يحسن، يكلم الخط الساخن 19561 عشان احنا كمان بنتابع في القاهره نشوف الدنيا فيها ايه. هل الحمله مستمره في كل المحافظات ولا في كل المحافظات؟ في جميع المحافظات في وقت واحد من يوم 15/9 لحد 15/10. النهارده احنا بس مش الحملات تغيرت عن زمان، كان زمان المدير الوحده هو اللي شغال يقعد بقى يشتغل في المواشي بقى يقعد 100 سنه وما بتخلصش الحمله. دلوقتي كل الاداره بتشتغل في قريه واحده تخلصها بالكامل وتنقل على غيرها، فبتبقى في فرصه ان التامين الحمله مش محتاج رجال امن كتير، او النقل برده والتنقل بتاعهم مش محتاج مشكله. الحاجه الثانيه ان فريق عمل متكامل، فالكل الارشاد موجود والترقيم موجود واللي بيحسن موجود، فعمليه ان يبقى في مجموعه بتدي قوه اكتر ودفعه اكتر ليهم وللمواطنين. وهيحسنوا لك ولا حسنوا خلاص؟ لا لسه هيحسنوا. لسه هيحسنوا؟ والله دكاتره فيهم البركه كلهم. فيهم البركه؟ طيب لعلنا ما نشتهم يا رب، ربنا يخليهم لنا كلك يا رب. تمام. ربنا يبارك. انت ما عندكيش الا بقره واحده؟ والله انا عندي هي بقره واحده والعجل بتاعها. تضحكي عليه؟ لا والله عجلها معايا قالوا لي ما يتحسنش. انا حسنت. ماشي. والعجل اهو عليها الرقم والبطاقه اهي. ماشي. تمام؟ ماشي. يلا النموذج ده حتى لو عملته، طبعا شركه كير كانت قايمه بمشروع مع وزاره الزراعه لعمل مراكز لتجميع الالبان خدمه للمربيين، على اساس ان هو اللبن طبعا بيبقى فيه ارشاد، فاللبن اللي بيتجمع منهم بيبقى لبن نسبه طبعا الميكروبات قليله ونسبه السوليد او المواد الصلبه عاليه، وكل ده بيديله سعر كويس لما بيتعاقد مع شركات تصنيع الالبان. احنا بنتكلم على المشروع ده كان من شركه كير، لكن الدوله فاتحه النهارده للشباب ان هو ياخد قروض ميسره ب 5% علشان يعمل مشروعات زي مشروعات نفس النموذج ده. وبالتالي هنا طبعا يعني انا قصدي النظام ان يبقى عنده مركز تجميع يقدر يجيب كل الايكويبمنت ويشتريها وياخد النهارده آلية مش بس يجمع، لكن كمان ممكن لتصنيع الألبان لجبن وخلافه أو زبادي أو أي منتجات. وبالتالي هو ده اللي احنا بندور عليه، إن المربي بيعاني دايما من التسويق، دي آلية لتسويق اللبن في مصر. وأنا يعني بننادي طبعا الشباب اللي عايز يشتغل، دي شغلانة كويسة مش كده بتكسبه يا مركز هنا ولا إيه؟ أرض زراعية في وسط الأرض. لا حضرتك على الطريق بره على أسفلت، في مية وكهرباء قدامها. يعني جزء صغير كده على الطريق علشان بس ما يبقاش زريعة الناس عشان تبني على الأراضي الزراعية.